الله رجعوا للسؤال المهم راني ما نسيتش جيت لي التواصل الصحاح على هاد السيد. بحكم انك انتينا عندنا عزيز واصوات عندنا في القلب غادي نجبد لك الدوسي الاخر ديال جمال اخر المجيه ديالنا. هذاك لا هذاك لا هذاك اخر مجيه كنت وخيل عاد رجع طاجا بوحدك. بلاتي 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 تمنى لي غدا فلوس مركوب. لا لا صافي تخافش الدوسي مشحر بعدا لا مشحر ما تخافش هو ما تخافش في شاهد قبل الحد الله وفضيحه وجنان. ها هذاك الشيء اللي بغيتي تشعل العناوين ديال هذه واعره اذا كانت بصح ناكد وهذا الشيء كيتسجل عبر الصوت والصوره مشيتي فيها ان شاء الله الموسيقى الخاطر عرفتي هذا الشيء اللي وقع جمال ما كرهتش نعمل شي كاميرا في الطربوش شحال ديك اللي كيدوزوا في ديك القدس وغتصور جمال حياتنا اللي كنسافروا مع بعض ياسنا هذا الشيء حصريا لا هذه لا على غادي الاصوات فضيحة جمال الله شاهد قبل الحد وصلنا اخي هاي سفيان استنى استنى خلينا المقدمه خلي المقدمه ضروري شاهد قبل الحد سسبنس شاهد قبل الحد كتب لي مهرجان كتب لي الحد قبل الحد قبل ان تشاهد هذا الفيديو غنوثقوه لكم على الكاميرا شاعله والبوله حمراء شاعله غنوثقوا لكم هادشي بالصوت والصوره غادي تلقاوها في يوتيوب وغادي تلقاوها في باج راديو اصوات وباج سفيان سميع ان شاء الله غدا ولا بعد غدا تكون عندكم لا هذا اليوم في العشيه اليوم في العشيه تكون عندكم يلا ما جمعتش ياك جمال سافرنا مشينا لعام سيدي مبارك مونتين هذا مشينا 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 سافرنا البرد ديك ديك الصوت ديال المقدم ديال الخلعه فهمتي كيف سميت الدوسي بعدا من الدوسي هذا اخر اخر دوسي مات اون برشلونه برشلونه مات ان برشلونه سافرت المهم مشينا لبرشلونه جا ما كيعجبوش يقول لبس ديك اللباس ديالنا ديال الجاليه زعما ديك اللباس اللباس الممتاز فهمتي عمل ديك بروف ديك الطربوش وديك النظاره فوق ديك الطربوش انا 10 عام ماشي المغرب جوج عام وصلنا وصلنا لمطار برشلونه وصلنا دابا وصلنا لبرشلونه ها انا دارك عاد نرجع لك الطيار سي وقع له في الطيار وصلنا لمطار برشلونه المهم جبرنا وصلنا عند ديك الجمارك ديالهم اللي كيطبعوا فهمتي جاوا جمال جات النوبه ديالو وقف على ديك لينيا جا وقال له بيان يعني زيد زيد جا جمال قرب عنده هيدا جا وقال له حيد كاسكيت جا جمال زول كاسكيت ويوقف له ديك الشعر جا بوليس ديك البوليس اللي تما بدا كيشوف في الباسبور ديال جمال كيشوف له وجهه كيشوف في الوجه ديال جمال في الباسبور كيشوف له وجهه هو ديك البوليس ما كيشوف الوجه جمال جمال كيدور لين باش ما يهدرش معاه جا مطور ديك البوليس خلاه حتى شاف فيه ويقول له دون دي باس جمال قال له ماشي اوتيل قال له كي قال له اميغوز قال له كي قال له اوتيل اميغوز والحلاوه ديالها بصح هي جمال اللي طلع في الطيار هي الله الطيار عاد طلع فوق الجبيله البحر في طنجه يعني الجهه ديالها شقه سميتو جبيله من ديك المطار السلام عليكم تحياتي سي يوسف العداوي بعد الحظ تبارك الله على سي يوسف الغزال غادي نتلقاو على راديو اصوات برنامج اصوات رياضه ما معسه عرفتي اخي سفيان تابع تابع ايوا طلعت ديك الطيار عرفتي طلعت فوق البحر هيدا وجمال تبت جات واحد الخلعه اللي مع ديك الطياره زعما الصراحه الحلاوه ديالها من عطرو ما يتخلع طلعت فوق البحر وبدات كتعمل ما عرفنا واش عاد تسكت انا صاحبي غادي نشري شي ساعه طلع صاحبي وعرفتي اول مره كنشوف جمال كيصلي بنيتو وعرفتي وفحال كوكوت ما تعرفوا شنو كيقرا ولا شنو كيقول عرفتي هي طلع الطيار نسمايده وهي ما بقاش درقل شبرت له تورت ديالها مزيان وبقى متاح هو دار لي اليمين وشمال طابس طابس كوكوت ثم جابوا لنا الماكله هكذا جابوا لي لي وليلو هذا شويه زوين هذه ليلو وليلو ليلي زعما ليا ليلي ليلو وليه ليلو 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 ليلي خلينا نضرب الطنجه ويا شفتي جاما سفيان شبر فيك بواحد الطريقه واعره المهم جابوا لنا الماكله ليلي وليلو وليلو المهم انا المهم حاجه مشيت للطواليت رجعت جبرت وكلا كل شيء قلت له نرد شنو عملتي قال لي سحب لي هو التاي في الطياره انا ولد بالطيار الله يمسخك مشينا انا فين عجبني جمال لما وصلنا امستردام عند الجاليه تما هذيك اللي عرضوا علينا وصلنا المطار والمطار كبير بزاف المطار كبير بزاف هو جمال يقول لي زين اسمعني ملي وصلت الطيار يعني عتمشي للماليطه ديالك فهمتي وديك الماليطه فين هي عرفتي قال لي اسمعني انا بقيت تابع وجبرت تابع باجاج فين ما يقرا باجاج كيسمع فين ما يشوف باجاج كيسمع من واحد الطابلو ما فيهش باجاج دخل طوالي كيف تصعد ما لي طفي السيم فهمتي يا جماعه كون ما كانش شي واحد المغربي عتقنا كان انا باقي دابا كان 70 باجاج دابا غندوزو التواصل ديال جمال
انا باغي نخلق لكم مشكل فهاد ساعتين باش لغيتي نحجير يا جماعه. الله يوفقنا في هاد القضيه. تفضل الله يعاونك. الدوسي ديال نور الدين. نور الدين مسكين كامل في الوسط. البرنامج ديال ريال مدريد افيك اتلتيكو مدريد. لا بيلوتا بار رونالدو. رونالدو كيفك بغيت نلفك على 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 الدوسي. والله الا تحيه راديو اصوات اللي جا خي يوسف تبارك الله عليه وشعلنا البلازما ديال اتلتيكو مدريد. المقابله اللي كتجرى الان ملعب سانتياغو برنافيو باتلتيكو مدريد وريال مدريد. سير علق علقنا على المباراه الدوسي. سير المنتخب الوطني المغربي بوركينا فاسو ماكولات مغربيه مشروبات مغربيه حتى الطبخ المغاربه الكاس من نصيب جنوب افريقيا. الى اللقاء. باش يجيبوا الكاس داتكم في الاخير. اولي الدوسي نور الدين. الدوسي نور الدين. نور الدين مريض بالكوره. الى ما تفرجنا كيلعب دائما وابدا. واحد المره لاعب كنتفرج شفتها في يدي الله يمسخك. عند الويفي لاعب كيتفرج في المباراه. المهم عرفتي ملي كيجي ملي كيغلب كيعمل روينه. النهار اللي كيخسر ما كيهضرش شي مره ما كنعرفوش ما كيقولش حتى واش دوجت ولا شي حاجه. المهم بعد ما راس كيبقى يهضر جمال اخي اليوم عملت لك واحد برديدو واحد مقابله واعره عرفتي واحد قول ماركيت لك واحد قول ماركيت لك واحد قول ماركيت لك اخي جمال اعلام غائب وصافي. خلي باسيت الاولاني وباسيت الثاني حنا كنقولوا باسيت الثاني دريبليت الاولاني والثاني وضربتها في الكيزه في العريضه ورجعت وانا نضربها بلانشا يعني بالراس وهي تدخل بلانشا. قلت له ماركيتي. قال لي قلت له شحال خرجت انا ردي في النتيجه. قال لي خسرنا ب 8 لواحد. هو اللي خسر لك الواحد وهدف الشرف. ما كيهضرش على ديك 8 كيهضر على ديالو. جمال ما كيلعبش على راسك. جمال ما كيلعبش معنا بزاف. واحد المره نهار اللي باش تعرف الزهر ما عندوش شيء دوزي يلعب معايا 11 مع 11 11 مع 11 يعني فرقه كبيره. المهم كتخلص 20 درهم باش كتدخل تلعب ديك الماتش. المهم جمال دخل يلعب ديك الماتش. المهم لبس عليه التينيات ديال الكره وكذا هيدا دخل الماتش هيدا. جمال نورمال ان ديك المدرب ديما كيخليه في التوش ما كيلعبش مزيان ديما كيخليه على برا. ديك النهار دخلوا. المهم بقينا لاعبين هيدا. جمال خرج في الشرطه ديال اورجو. جا ديك المدرب كيقول له وخرج. قال والله ما خرج مخلص 20 درهم. هو كيقول له خرج اورجو. والله ما خرج مخلص 20 درهم. ولا عاد دخلت انا بدي يخرجني. بصح معقوله جمال واحد السيد نصبتو عليه جا عندي قال لي ودي هذوك الجوج غنصبوا عليا وبغيتك تاخذ لي حقي. قلت لي انا اللي عليا انا كدوري كصحفي وكمنشط اذاعي نصب لك عليهم نفتح هذا كيجيب الهضره ولا بغى يصب علينا انا كاملين نخط معاهم على الهواء مباشره. انت تعطي رايك وهما يعطوا رايهم. هذا كلام هذا كلام منطقي. مرحبا الله يسلمك. ونخلوا راي العام ونخلوا راي العام هو اللي يحكم. متفق معايا سي فرايد زميلنا الاعلامي ومدير نشر جريده الجريده يعني تبارك الله راه كفاءه وعارف هذا الميدان. معقول يعني خصنا ناخذ راي وراي الاخر. وعندك اكتشاف مستوى من الضحايا ديال النصب ديال النصب ولا كي والو. فؤاد اخي راك جيتي معنا براسك. المهم الضحيه الضحيه هو معنا دابا على الهواء مباشره. غادي نستقبلوه باش نتوما ما تدويوش. غادي تسكتوا ما تهضروش ما تاطروش عليه ما تقاطعوه ما حتى حاجه. خليوه تي يدلب الدلو ديالو. الله سيدي مرحبا يا رب سمعنا اخبار الخير. سواء دلو ديال الماء سواء دلو ديال العصير المهم على حسب الدلو اللي غيدلو به. نجيبوا هذا الدلو ديال دلي دلي. سيد المخرج يوسف الحراق عطينا الضحيه رقم واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد الضحيه مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا. كي داير سيدي بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك استاذ سفيان. لا يخطيك. مرحبا انا اللي عليا درتو. كنشكرك استاذ سفيان لانك فتحتي لي المجال انني نتواصل اليوم مع هاد جوج ديال الناس. اييه باش نبينوا للمغاربه كاملين الحقيقه ديالهم. الله الله. لان مع الاسف انا من قبيله وانا كنسمع وهما تيضحكوا ومازالين دابا تيضحكوا بحال ما كاين والو. اييه وهذا الشيء صراحة شيء محزن لأنهم جوج الناس اللي المغاربة كلهم تيشوفوهم بواحد الوجه جميل وهما فكاهيين معروفين على المستوى الوطني. وأنا شخصيا قبل ما نتعرض لهذ عملية النصب كنت فان ديالهم مع الأسف. إيه سمعتيني أستاذ؟ إيه كنسمعك كنسمعك. أنا بغيتهمش يدخلوا حتى تسالي على خاطر. إحنا ساكسين أخي. سمعتي يا أستاذ؟ لأن مع الأسف لأنني اتصلوا بي على ود واحد ليفينمون. إيه ودوزت انا وياهم ليفينمون داز في اجواء زوينه والناس عجبهم كل شيء عجبهم الحال. ومع الاسف ملي جيت نتقاضى المقابل المادي ديالي فهم اداروا لي الدار ديالهم بواحد الطريقه اللي مخزيه وكنت اسف ليها كثير لانهم كون صارحوني ربما كنت تكلموا معايا قبل.
كان ربما نقدروا نلقاو واحد الحل. شحال عطاو؟ اذا هاد السيده هذا فكاهيه. هاد السيده باش نعرفو باش نعرفو. سكوت دابا نعيط لك البوليس. سكوت سكوت باش نعرفو يعني الطبيعه ديال العمل ديال هاد السيد. زيد السي زيد السي تفضل. قلنا الثمن اللي عطاوك شحال عطاوك؟ ما عطاوك والو. الثمن شحال درهم؟ لا عطوني واحد التعويض بسيط، واحد التعويض اللي ربما ما كنت نعطيه لولدي ما ياخذوش من عندي. وكا جبتي ولدك انا عطيني علاش عطيني لولدك؟ كيضحكوا انا ما عرفتش، انا ما عرفتش علاش. شحال واش كيضيتو هذا؟ لان كان 120 درهم حشومه تعطي لواحد الشخص اللي تكلف لك بواحد ليفينمون كبير واحد المبلغ ديال 120 درهم اللي هو ما جيبش حتى التليفون باش كنت كنتواصل انا وياه. الحمد لله خرجت انا ما دمت انا لان المدير هو بلاتي راه بزاف. لا 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 تكون هذا بعدا خصنا نعرفوا. انا راسي كيضر لي خصنا نعرف راسي كيحرقني. كمل الخاوة ديالي باش نعرفوا. لا باش كطالب باش نعرف واش من ايفينمون وفوق يا اخو وقتاش. التحيه انا راه قال لي عطيته غير 50 استقاد دابا 120 تفرجتي حيت تودا 150 درهم. ما سمعتش لا بغيت نقول زعما كمل باش نعرفوا يعني وقتاش مع الاسف. شوف انا ربما كنت نقدر نمشي لابعد من هذا ونقدر نمشي للمحاكم ونقدر، ولكن حشومه انك توقف مع الفنانين اللي عندهم السمعه ديالهم على المستوى الوطني في المحكمه. ما بغيناش نطيحوا لهذا المستوى كامل. 120 درهم والله ما تكفاك. ما بغيتش نقولوا حفاظا على الصوره ديالكم، لان كيف ما كان الحال كتبقى واحد جوج فنانين. دابا انت كتحفظ الصوره ديال هذا الشيء كامل وباغي شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالي هو انهم هذا السويله حاجه. لا ماشي السويله، حصلت ماشي السويله حاجه. زيد شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالي هو ان جوج ديال الناس هادو يبداو يعطيو الناس رزقهم. صافي هادشي اللي السويله حاجه. دابا خلينا نسمعهم شنو كتقولوا انتم في هادشي؟ سعادة المدير تفضلنا. هذا كان السيد كيهضر من نيتو يعني يعطينا غير ما يحافظش على الصوره ديالنا ويعطينا التاريخ ديال ليفينمون وشنو كان طبيعه العمل وفاين من المدينه واش طنجة. طلق مرتو بسبب الخدمه كان وعدها انه غيسافر بها وهذوك الفلوس تعوض اللي وعدتو به كان غير. مع الاسف سبوا لي في مشكل كبير وتا الدري ولدي خرجته من مدرسه. عطيه النور ديال يتمناه. لا بغيت نقول لك زعما قال لك ديك المدير المدرسه وقفوه علاش على ودو. وراه تاع المدير الاكاديميه قال لي سمعت الصلو حتى هو من المنصب ديالك. نعطيك لاضات ماشي مشكل. لا بغينا والله الا بغيت لاضات. الا كنتي كتهضر من نيتك بصح. ثلاثه جمادى 1400. موافق. ثلاثه جمادى 4 يونيو. لا موافق عياش. لا انا ما بغيتش نعطي هذه المعطيات لان الناس غادي يعرفوا ليفينمون ان هادشي غيمس فيكم وانا ما بغيتش لكم الضرر. يا سلام. اللي بغيت بغيناش الدار انت فرشتينا فريش ويقول لي بغيش الدار. لان ما يمكنش كيف ما كان الحال انا تنبقى فان ديالكم وتنبقى واحد معجب بالفن ديالكم واي حاجه غتضر بكم فهي غتضر بسمعه الفن المغربي وغتضر بينا كاملين. دابا شنو واش غتسامح ليهم ولا شنو غادي معاهم دابا؟ وما عرفت دابا اللي بان لهم. دابا شحال كتسالو كان؟ رجعوا ليه المراه هي الاولى. شحال كتسالو؟ لا المراه حالها قريب، المراه ترجع ان شاء الله. شوف غير نور الدين غتضحك غترجع. لا المراه الفلوس اللي ما كيرجعوش. دابا شحال كتسالو كان؟ شحال باقي خصك تما؟ 12 مليون. الله 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 الله. انت 12 مليون نسمه ولا؟ اي بيع نور الدين وما تجيبش لي 12 مليون. نور الدين ما تجيبش 30 درهم. 12 مليون ومازال ما حسبش عليكم لي شارج كلشي ديك الفاكس ولا انت. 12 مليون يا شريف خصك تغني الليفن. شكيله. عرفتوه ولا ما عرفتوش؟ هذا شوف انا كنقول الصويله هذا والله. لا ماشي الصويله انا شكيت. شكون هذا الصوت ديالو؟ لا ما تجاوز ماشي جواز هادو المهم واحد خلا منويتش يكون في هاد الفعايل منويتش يكون هو عرفت بالصوت ديالو. صوته معروف. هو كيهضر علينا بحال اللي كيهضر على المكياج. اشوف هضرتي على المكياج في فيستيفال مراكش دوغيغ ودابا عملتينا المكياج. باش اشوف مالك ماشي المكياج خمجتينا الوجه ديالنا. هذا كان الكوميدي والفنان مهدي شهاب. المهدي شهاب وليت تذكر على المهدي حتى هو من ضمن المشاركين. اي غادي يكون في طنجه. علي مهدي وغيكون في برشلونه 16 شهر ان شاء الله. الداخل غادي يكون في برشلونه حتى هو يحيح. بغيت نقول للجمهور ها الشونتيو هكا خويا مهدي. الحبيب جمال سي نور الدين اشوف 120 درهم انا كنسالها لك. مرحبا حتى عطيتها لك وخصك تردها لي دابا اخاي.
انا صفت انا وسفيان باش نديروا لكم هذا المقلب. هذا كنعرفوا مجرم هذا تا هو مجرم. عطينا باجي طنجة اخي شياب وتشوف المقلب اللي انا عملوا لك. ودابا شوف اللي غتجي عطيك 120 درهم توسع انت زكيتي انت دابا دبرتي عليها صرحتي بها صافي. شوف باش ما تخلعش ولدك راه صرحوا قول له راه كاين 120 درهم. انا بغيت نقول واحد القضيه الحبيب. نقول باللي ان شاء الله باللي الجمهور المغربي كامل عنده موعد مهرجان طنجه الضحك، لان الحمد لله طنجه عندها رجالات ديالها وعندها ناس اللي قيمين بالفن فيها، والنموذج هما هاد جوج ديال الشباب اللي متعلقين تبارك الله في الميدان. الله يخليك الحبيب جمال ونور الدين. الله يحفظك وانتم كذلك. كثير من الحب وكثير من الاحترام. تحيه فنيه لكم سي سفيان. الله يحفظك مره اخرى لانك تسير لي الفرصه انني نتواصل. الله يودي مرحبا تبارك الله عليك. ومع هادو ما نقولش لهم جوج الفنانين، نقول لهم جوج خوتي لانهم بالفعل خوتي واصدقاء اللي كنعتز بالصداقه ديالهم وكنعتز بالمعرفه ديالهم، وكنتمنى لكم اخوتي كثير من التوفيق ان شاء الله وكثير من الاستمراريه، والله يسهل عليكم اخوتي. الله تبارك الله عليك اخويا مهدي. غير واحد الحاجه اللي فاجئني فيها مهدي تبارك الله عليه، عرفتي يهضر بواحد اللغه ديال شي برلماني او مسؤول سياسي. نعم لا لا شديد. عرفتي دخل في اطار قانوني. عرفتي تبارك الله عليك العام الجاي ترشح اخويا مهدي نصوت عليك. شوف الحكومه باقي خصها واحد. لا لا شوف ما كاينلاش تصوت عليا. ما كاينلاش تصوت عليا. علاش؟ ما كاينلاش وغادي تصوتوا عليا وغادي يوقع بلوكاج عاوتاني. فهمتي؟ وانا شوف وحنا ديك بلوكاج بغينا حاجتك ملي كان بلوكاج كانت الامور ماشيه في خير. الامور مزيانه. شكرا لك خويا مهدي شهاب الكوميدي الفنان. شكرا لكم كاملين. الله يخليك يعطيك باشي. تحياتنا لرشيد العلالي. رشيد شو هو واحد بزاف هو واحد مهدي شهاب الاشاره للمستمعين ديالنا انه واحد من مؤدي برنامج الطاقم ديال رشيد شو. الله يوفقك السي شهاب. مرحبا بك الدار ديالك الثانيه اللي هي مدينه طنجه، والشرف لينا انك تكون تواجد معنا وغتنورنا ان شاء الله المهرجان. وتبارك الله عليك اخي شهاب. اي صراحة لأنه شهاب حظى بالإجماع كذلك من اللجنة نظرا للمسار ديال المتميز والمتألق ودائما عنده الجديد ودائما متألق صراحة. والفنان القلال اللي يقدروا يبرزوا بلا برامج يعني مسابقات ولا برامج الواقع اللي يعني برامج اللي كاينه هذا في التلفزيون فماشي سهله بزاف. عجبني شهاب انا شفته في فيستيفال دوغ دو مراكش كيلعب بكل بساطه وتلقائيه تبارك الله عليه. اسلوب خاص مرتاح ومرتاح واحد الدرجه مرتاح ولا هادشي على هاد القبل هذا غنشبعوه ببيصاره ان شاء الله. ونقي نقي نقي حتى الطريقه حتى في المسائل اللي كيعالج بها الطريقه اللي كيعالج بها نقيه بزاف يعني كتدخل القلوب وكتدخل كتجمع العائله ماشي كترجها. هو من الكوميديين اللي كتقول مصاب ما يساليش. هو سيغسين كتقول مصاب ما يساليش. انا كنت حضرت لي العرض ديالو الاول خطير جدا خطير وكان حضر معايا هنا في برنامج طوب كرونو تبارك الله عليه. الله يعطيه الصحه. شكرا لك مجددا خويا مهدي شهاب. تحياتي لك نهارك مبروك. يلا نواصلوا باقي مواد اصوات في طوب كرونو ولكن بعد فاصل قصير مستمعينا ونعود معكم في هذا البرنامج المجنون الذي لا يتوفر على اي ورقه اثبات بين الكوميدي جمال ونور الدين. هاستا لويغو هاستا لويغو هاستا فيكو هاستا فوتو هاستا فوتو.